عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. دونك احنا اليوم في معرض نتاع سيارات كهربائية، دونك أكيد راكم ريتوا فيديوهات قبل هذا، عام سيرين تاع دي فيديو على تو سكي إلكتريك، دونك فماش ترميك في الموضوع. واليوم وتوا عرضني على موديل تخيز انتريسون، تصور هذا أكثر موديل معناتها حتى في النومبر تاع الفيو هذا أكثر موديل شي يعمل نومبر. دونك ترى فيها ورايا باش تقول لي هذه رينو كويد، شنو جبت جديد؟ لا، هذه الداسيا سبرينج الالكتريك، هذه عباره رونو كويد فيرسيون اوروبيه، دونك هما غادي ما عندهمش تحت اسم رونو، عندهم تحت اسم سبرينغ، وسبرينغ ولات هي الالكتريك، وهذه كهرباء ناجحه برشا في الاوروب، ناجحه على الاخر، سورتو مع البونوس ايكولوجيك اللي ياخذوا فيه في فرنسا، دونك السوم قاعد يكون منافس على الاخر على الاخر. دونك جيت اليوم باش نعمل لكم عليها طله، تشوفوا شنو فما من برا من داخل، شنو الفرق بينها هي والرونو كويد، وبالرسمي اذا انت تعيش في الاوروب وتحب تاخذ كهرباء صغرونه ترتاح من الفيدونج والقطايع، الكهرباء هذه ننصحك بها على الاخر زاده. دونك يلا تعرفوا نشوفوا شنو فيها، قبل هذا اعمل اشتراك في القناه باش يوصلك كل شيء، ويلا بينا. داسيا سبرينغ، فما الناس طب شو يقولوا لي شبيك ما صورتش السانديرو اللوغان اللي في تونس، جاي تصور لي فكره مش موجودين في تونس. والله صراحه حتى شنو نقول، حاولت معاهم برشا جماعه رونو، بالرسمي حاولت معاهم برشا. معناتها مشيت لهم ثلاث مرات، عندي مده مشيت لهم ثلاث مرات ورا بعضهم، شيء ما يحبوش معناتها ظاهره الحكايه تقريبا ديغاكت اللي هما ما يحبوها، ما قالوش ديغاكت هما ليه، لكن ظاهره الحكايه. ما نعرفش عليه، رغم اللي رونو كويد عملت عليها فيديو عامل اكثر من 40000 فيو، وفما برشا ناس شراو من عندها كليو 5، دونك برشا ناس يسالوا فيها على رونو كويد ولا سانديرو، دونك هما ما حبوش، هما خسرتهم هو مش انا. برسمي برشا يسالوا فيها على رونو كويد وكل يحب يشري، وديجا حتى انت كنت تفرج فيه تو راك تفكر انت سالتني قبل ممكن. بالرسمي دونك هما ما حبوش امورهم، دونك لهنا جيت نصور لكم في الديزاين معناتها مش مربوط بها لهنا، نكملوا في طريقنا ونصور لكم داسيا سبرينغ. دونك هي نفس الكويد راهو، نفس الكويد، نفس الكاليتي، نفس كل شيء. جوست لهنا يتبدلوا حاجتين، الاسم تحت داسيا باش تكون اوروبيه، دونك هي تبقى المواصفات الاوروبيه، مش كما اللي عندنا في تونس ما تجيش تبقى المواصفات الاوروبيه. وثاني حاجه هذه الكتريك، دونك 100% الكتريك. دونك تو فما ناس قاعدين يشوفوا فيها من داخل، احنا نشوفها من برا ومن بعد نصورها من داخل. دونك لهنا ها اللي يتبدل من هنا يولي عندنا ما عندناش كالوندر، تولي عندنا كل البصمة تاع داسيا القدامية كيما في داسيا ساندير ستيكوير راهو فيها توا. لهنا الضوء مقسوم على اثنين، ال اي دي من هنا والضوء من هنا، ما فيه سونتي برويار. شوفوا كيفاش الستروفيزور كيفاش معمول اللون تاعو، نفس اللون تاع اللوجو من هنا. شوفوا بالرسمي مزيانة ها، لي جون تجينا بارك تورس مزيانين الحق، داسيا تحت اسم داسيا. باغ دو توا شوفوا حتى اللون هذا يعجبني على الاخر، كيفاش الكومبينيزون تاع اللون عجبتني، لي بونيه نفسه نتاع رونو نعرفهم. ولهنا الكفر نتاعها، دونك لهنا دونك صغرونا كيما قاعدين تشوفوا، ما تجيش رود سكور، ما تعملش رود سكور. دونك لهنا مادام هبطوا منها اي برا خلينا نشوفوها من الداخل. دونك احنا طلع سريعه وانا باش نحكي معاهم كنا كان نجي نصور انا معايا تيست درايف فيديو تفصيلي هذاك الجو اللي كنا نعملوا فيه بالعاده هذاك، اما توا نظره سريعه راهو انا بيجي اول مره نكتشف فيها قدامكم. لهنا الكيس ووكس كيفاش، لهنا كبير وستور بي كيو، ولهنا ترجع قماش، علاش ما نعرفش بالرسمي، لهنا رجعت قماش شفتوا كومبينيزون اللي عملوها، ولهنا حتى في الروبستات لهنا كبير وعلاش جنب قماش، علاش ما نعرفش ما ندروش. لهنا اخر يحب ديما داسيا ديما تحب تثبت لي هي لو كوست، ديما تحب تثبت لي هي لو كوست، ديما تحب تقول لك راني انا مازلت قديمه رغم هذيك موجوده. لهنا نرجع بالكرون، شفت عرفتك لي القديم والجديد، التكنولوجيا وال والجديد. دونك لهنا من داخل من هنا صغرونا الكهرباء، والله صغرونا بون، انا كراب كنت صغير في مارت كل تو كبار، جيت لهنا طلعت الكهرباء صغرونا حسيت الفرق. دونك لهنا انا كودوار ولي دوريجين داسيا، مكتوب عليه داسيا ديجا، يطلع يا كيما تاع كليو سمبول قبل عرفتو، فرانا مع مانيو سيليكتور تاع الفيتيس دي ان ار او اس بي ريجيلاتور دو فيتيس نتاع اللوكاليزاسيون نتاعك ونتاع 12 فولت من هنا، ارونجمون لا باس فيه، كليماتيزاسيون مانيوال موديكو هزين تهبيط الفيتر. دونك 4 كلينيتون ريجلاتور دو فيتيس تكملوا من هنا، ميكرو لهنا، الفولون نفسه تاع السانديرو لهنا كيما قاعد نشوف فيها نفسها تاع الكويد اللي عندنا توا، لكن تبدل عاد شو اللي عندنا حكينا مغادي الباتريات والجو هكا، قالك البطارية فيها 84% والاوتونومي 194 كيلومتر،
دونك الاوتونومي راهي ماهيش عاليه برشا، لكن اذا انت دور كان في وسط بلاد في تونس انا نعطيك حكايه، كان دور كان في وسط بلاد في تونس هذه باش تساعدك بالكدا بالرسم، تحط شرجيها في زحفيسه تمام هي في الليل ولا حتى برا من القهوه شرجيها، بعد دور بها وسط البلاد كامله قطره ايسونس متاع الكيوسك ما عادش تعدي له فيدونس ما فماش لا فيلتر لا بوجي لا 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 هاو هاو كانت تبدلها حاجه تخرج تطلعها لبرا تخرج من الجارانتي لا شيء بالرسمي، وكانك على قطايه تكسر لك نار ولا حاجه بلا خوت تعكويد ما عندك ما خاسر. دونك هذا هو بالنسبه للفيديو نتاعها. كان عملت لها فيديو تفصيلي، دونك انت عمل قناه اشتراك في القناه، كان عملت لها فيديو اكيد نهبطه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.